هذا وكان رئيس الجمهورية قد أمر وكلف الوزير الأول عبد العزيز جراد باتخاذ كامل التدابير اللازمة. وكما نتابع في الصورة وصول كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى مستشفى المغير للإطمئنان على حالة المصابين في هذا الحادث المروري الأليم الذي خلف وفاة 12 شخصا وجرح أزيد من 40 آخر. إذن وزير الصحة الذي تنقل رفقة وزير الداخلية مع عدد من المسؤولين المحليين إلى المستشفى للإطمئنان على صحة كل الأشخاص المصابين والبالغ عددهم 46. نستمع إلى وزير الصحة. إذن وزير الصحة رفقة وزير الداخلية متواجدين الآن رفقة عدد من المسؤولين في مستشفى بالمغير في ولاية الوادي من أجل الإطمئنان على صحة المصابين في هذا الحادث المأساوي الذي وقع صباح اليوم بولاية الوادي وبالضبط بالطريق الوطني رقم 3 ببلدية سطيل في حدود الساعة 11:10 صباحا الحادث المأساوي الذي خلف 12 قتيلا. وما تزال إذن الطرقات تحصد الآلاف من أرواح الجزائريين سنويا، وخاصة عندما نتحدث عن هذه الحافلات التي حافلات نقل المسافرين ما بين الولايات، حيث يتم في كل سنة تسجيل حوادث مرور أليمة تخلف العشرات من القتلى، آخرها هذا الحادث المروري الأليم الذي أودى بحياة 12 شخصا. إن لله وإنا إليه راجعون. أولوية الأولويات هي الاستعجالات، كنت قريت فيها الاستعجالات غير مقبول، واضح هذا غير مقبول. في صعب الاستعجالات والظروف الواقعة لك في كل جزائر، أنت كلكم خبراء. يسيب قاعات تطلو قاعات رحب بيه، يسيب عمال بالكيفية والكمية ومجهزين. هذه أن يقول لك أنا راني مسؤول عليها لأنك مكلف بها، هذه أولوية الأولويات لأنها هي لا فيترين تاع السبيطار. لما مريض يكون عنده مشكل أوران ولا عينيه، عنده الوقت يلتحق الطبيب وياخذ رونديفو وراح قاعة الانتظار ويستنى وقته. لما كيكون في حالة استعجال يدخل ويحب يدخل أكثر من الآخر، لما يدخل على الطبيب يزيد يجي واحد آخر. هذه الأولوية. الأولوية الثانية تعرف فيها سيدتي هي التوليد. ترميتي شفتوا الصور، ثلاثة نساء في سرير، الأولاد لتحت. هذا إن شاء الله أنا كلفني
رئيس الجمهورية يصير وزير أول بانطلاق على المدى القصير وكل كل إمكانيات إن شاء الله باش إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هذه الظاهرة نتاع الاستعجالات على الأقل إن شاء الله نحلوا كثير منها على الأقل تقص. أما حالات أخرى فيه مزايا فيه تحريص فيه وزيد رانا في الجنوب مخطط خاص للجنوب. Alors les effectifs, à la même pour les Moutapoïla, Makounesh, les agents médicaux d'Amisizéria, Makounesh, les paramédicaux, Makounesh, les sages-femmes. Alors, on nous dit, au sommet de même, j'y ai l'eau, à la riche, comme qui est la chèque, mais tu les sepouilles, donc on a laissé faire bien, donc, alors, il m'a dit, c'est tout bon, à la couple de juin, عطيني عدد لي فساج فام ولي مزا لي زانيستيزيست لي خرجوا عدد 800 نحاولوا نوزعوا وراهي الغلطات اللي سبقت انا نقول لك انا راهي تتصلح. حنا رانا درسنا قال نسينا ما كوناش جانب هذا نسينا ما درناش جانب ان شاء الله الرئيس الجمهورية واش قال؟ قال دولة جديدة، نجيو الجزائر جديدة، سينقطع مع الماضي، لأن الماضي هو اللي دنا الحالة. جينا زوروا الموزة، شوف كيف الفرق عليا بعد طوفان حاتم الأليم هذايا. العزيزات من عدد المسؤولين رئيس الجمهورية والوزير الأول. باش الاطمئنان على التكفل على المرضى على الجانب الطبي و النفسي. هذا اللي جيت جيت مع زميلي نقدم تعازف لعائلات الوفيات ونطلب لهم الرحمه وجينا ثاني نشوفوا المرضى هذو ونطلبوا لهم الشفاء العاجل. هذا الشيء زيد ثاني لان نروح باش نقدم ثاني الشكر اللي ساهموا في العمليه هذه لما الحافلتين استلموا ممكن اللي كانوا راكبين داخل الحافلات هما اللي تعاونوا ومن بعد اللي كانوا في السيارات دوك المواطنين شوفوا النوع تاع تضامن بعد الحمايه المدنيه والسلك الطبي والسلك هذو كلهم نقدم لهم راني مكلف